ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مكملين ان شاء الله مع بعض النهارده مسلسل العميل. ناس كتير بتقول اني بحكي بسرعه، وناس كتير بتقول اني بحكي بطيئه جدا. ما اعرفش صراحه ارضيكم ازاي، لكن هحاول اكون وسط بين ده وده عشان تقدروا تفهموا. تعالوا النهارده نكمل احداث المسلسل من ساعه ما وقفنا لما خليل بيقول لابنه شادي ان هو ابنه، وبالفعل قعد معاه وقال له ان انت ابني بالفعل. مامتك ما رضتش ان هي تقولك كل الفترة دي. مامتك لما عرفت ان هي حامل فيك كنا منفصلين، قررت ان هي ما تقوليش، لان كنت بالفترة دي ظروفي صعبة جدا وكنت بلاحق ملحم، وساعتها كنت خسرت كل حاجة، كانت اعصابي تعبانة جدا وكرهت كل الناس اللي حواليا فيا، لدرجة ان امك ما قدرتش تستحمل وانفصلت عني واختارت تربيك لوحدها، علشان كانت عارفة ان انا مش وقته اكون اب خالص، لان كانت نفسيتي مش كويسة، بالاضافة كمان خافت من ملحم، لان ملحم لو عرف ان ليا ابن اكيد مش هيسيبني في حالي. فبيعترف له بعد كده ان هو بالفعل ابنه، وكانت مفاجأة طبعا صادمة جدا لشادي. بينما بنلاقي ان بيروح امير بيكلم وسوف وبيعرف مكانه وبيقول له انا جاي لك دلوقتي. راح وقال له اركب، رايحين على مشوار مهم. قال له مشوار فين؟ وراله شنطة فلوس وقال له ايه رأيك في المشوار ده؟ وسوف قال له انا بحب اروح المشوار ده قوي. قال له خلاص اركب بينا. ركب على طول وقال للراجل بتاعه اللي اسمه بركات يروح ويراقب الجو هناك في المكان اللي بيقعدوا فيه دايما ده. وركب مع امير وقال له ينفع يعني نروح بالشكل ده؟ مش نروح نغير ونلبس حاجة؟ قال له احنا كده حلوين، امشي زي ما بقولك. قال له انتوا كلكم كده عايزين تمشوني على مزاجكم؟ انت طالع لمنحن بالظبط على فكرة. وسام بعد كده بيكون موجود في الفرع وبيقابل بلال وهم واخدينه رايحين بيه على السجن. وسام بيقوله ايه الاخبار؟ ما سافرتش ولا رحت اتشمست زي ما كنت بتقول يعني؟ قال له عادي يعني، كان في شغل انا كده جيت اخلصها على السريع. طبعا هو اصلا مستفز في كلامه. قال له وسام انت اخبارك ايه في التلاجة؟ قال له خدوه. سام بيروح علشان خاطر يتكلم مع وسام ويقوله انا عايز اقولك على حاجة مهمة، حبيبتك دي اللي اسمها نور الصحفية جات وطلبت مني حاجة، طلبت مني ابحث لها عن رقم تليفون وانا عملت ده. قال له طيب عادي جميل شكرا يعني انك ساعدتها. قال له ايوه انا حبيت اقول لك يعني علشان خاطر ما يحصلش غيره. قال له لا خلاص تمام شكرا جدا انك ساعدتها على فكرة. بيروح امير ووسوف على صالة القمار علشان يلعبوا زي ما ملحم قال لهم. امير بيكون مستغرب الجو جدا، بيبدأوا ان هما يلعبوا والسوف بينزل وبيبدأ يلعب روليت أو القمار ده. في بنت هناك مفروض انها صاحبة المكان أو حاجة كده يعني بتشتغل هناك، بتبدأ ان هي تعجب بأمير. والسوف بيخسر كتير جدا وأمير بيقول له مش كفاية كده؟ قال له لا هنعوض. قعدوا بيلعبوا وأمير مش فاهم هم هنا بيعملوا ايه بالظبط. بينما بعد كده بنلاقي ان نور قاعدة في المطعم بتاع الست اللي المفروض رقم تليفونها اللي ظهر لها ده، مستغربة ممكن يكون وسام علاقته بيها ايه. فضلت بصلها طول الوقت، لكن المفاجأة القوية جدا ان هي شافت كمال بيتكلم معاها، فعرفت ان الرقم ده اصلا تبع ملحم وان وسام ممكن يكون بيشتغل معاه. اول ما شافت كمال صورتهم مع بعض وخبت نفسها، وبعد ما مشي كمال مشيت على طول من المطعم. وقفتها البنت ونادت عليها، كانت خايفة لكن كانت عادي بتقولها انها نسيت حاجة، كانت عايزة تروح وتواجه وسام بكل اللي شافته وعرفته ده. بينما بعد كده بتبدأ بنت تقرب من امير من في هناك في صالة القمار وبتديله كمان رقمها، بيستأذنوا بعد ما خسروا كل فلوسهم. ملحم بيكون موجود هناك في المحل وبيعمل الكباب كالعادة، وبيدي كمان لعاطف ساندوتش وبيقول لي كمال ياخد الساندوتش ده ويقدمه كهدية لبلال في السجن وفي سيخ. معنى كده ان ملحم مقرر ان هو يقتل بلال في السجن بالسيخ اللي موجود جوه الساندوتش اللي هيدخل على السجن في واحد من رجالته جوه هيخلص يعني. كمان بيخرج على طول وبيروح علشان خاطر يعمل الشغل اللي طلبه منه ملحم. بينما بتروح نور وبتواجه وسام بتقول انا عايزه اتكلم معاك، بتوريله صورة البنت دي مع كمال وبتقوله ايه شغلك مع الست دي وايه شغلك مع ملحم. قال لها انت بتتكلمي في ايه؟ قالت لازم نتكلم في الموضوع ده. قال لها يلا نخرج نتكلم بره. قال لها انت بتدوري ورا ايه؟
اوعى تكوني كلمت الرقم ده. قالت ايوه الرقم ده كان على تليفونك. قالها كمان بتفتشي في تليفوني؟ مش واثقه فيا للدرجه دي. هما قاعدين بيتكلموا وملحم بيتصل وبيقول له عرفت الرقم اللي رن عليا ده؟ قال له بص استنى شويه دلوقتي عليا انا هشوف الموضوع ده. قفل معاه على طول، ما باينش طبعا انه بيكلم مين. ورجع للنور بيقول لها الست اللي انت كلمتيها دي ورحت لها المطعم وشاكه فيا وبتقولي اني شغاله مع ملحم، لا الكلام ده مش صحيح، انا مشغل البنت دي معايا، البنت دي ليها علاقه بملحم وانا جندتها علشان تكون معايا وتجيب اخبار عنه. قالت له ليه ما قلتليش الكلام ده؟ قال لها ما ده شغلي، مش هينفع اقول لك كل حاجه عن شغلي. يعني انت غلطتك انك انت ما وثقتيش فيا من البدايه ورحتي ودورتي ورايا. البنت دي خايفه جدا على فكره بسبب اني كمان راح لها المطعم، كانت خايفه يكون الرقم اللي كلمها ده هو بتاع ملحم وان هو عايز يصفيها بعد ما عرف شغلها معايا. انت غلطتي جدا، ما كانش ينفع ابدا تعملي كده. ساعتها اعتذرت نور وقالت له انا اسفه جدا. والسوف بيروح هو وامير على ملحم في المحل وبيقولوا له انهم خسروا كل الفلوس بتاعتهم. والسوف كان جايب رساله مكتوبه في كارت الملحم، المفروض ان هو جايبها من المحل ده اللي كانوا فيه بتاع القمار يعني، وفي نفس الوقت بياخدها ملحم وبيبدلها مع ورقه تانية مكتوب فيها عنوان وساعه المفروض هيتقابلوا فيها، والمفروض ان في شغل بينه وبين صاله القمار، والمفروض كمان ان هيتم تعويضه بالفلوس اللي خسروها. ده اللي فهمه امير من الموضوع، الورقه دي بدلها ملحم وحط ورقه تانية شبيهه ليها. واخد وسوف قعد يتكلم معاه بره واداله فلوس وشكره لحد كده وقال له خلاص روح شوف شغلك. قال له الناس اللي شافتنا انا وامير هيفكروا ان احنا اتصالحنا. قال له عادي جدا، انا ممكن بكلمه واحده اثبت لهم ان احنا لسه اعداء، مش شغلك امشي انت. ملحم خرج مخصوص اصلا مع وسوف علشان يسيب الورقه على الترابيزه كطعم لامير اختبار تاني يعني، علشان لو جه خليل على العنوان ده يبقى امير بيشتغل مع خليل بالفعل. أمير فعلا بص على الورقة وشاف فيها عنوان ومكان المفروض يروحوه. بنلاقي بعد كده إن أمير بيتكلم مع خليل وبيقوله على إن في شغل بين ملحم وبين صالة القمار، والمفروض كمان إن هما هيروحوا أو ملحم يعني هيروح علشان يقابل الناس دول علشان خاطر في شغل بينهم. مصطفى بيروح علشان خاطر يشوف أخته خولة، سلم عليها ويقول لها أنت وحشتينا ارجعي عندنا البيت. قالت ان هي مش هترجع وان هما ممكن يتقابلوا في اي وقت. كانت كمان موجودة هناك معاهم نرمين وبتقول لمصطفى سيب اختك على راحتها، وطبعا خولة عارفة هي بتحب ان هي تبعدها عن باباها يعني. استأذنت نرمين واخدت مصطفى علشان عنده تدريب، بينما بعد كده كمال بيروح علشان خاطر يتكلم مع خولة كانت قاعدة في المطعم. بيقول لها انا عارف انك انت مش هتحبيني ومش هيحصل حاجة بيني. قالت له لما انت عارف كده جاي هنا ليه؟ قال انا جاي اقولك ان انا عمري ما هاذيكي مهما كانت الاسباب. ساب لها الصوره ومشي. بعد ما مشي بصت في الصوره وشافت صورتها وهي صغيره شويه من كام سنه يعني كان واخد لها الصوره دي. كمال بيروح على المحل وبيقول لملحم خلاص العمليه تمت وكل شيء هيكون تحت السيطره، وبيروح علشان خاطر يروح الميعاد اللي المفروض رايحينه. وطبعا ده طعم الامير لانه قال لخليل على الميعاد، هنشوف طبعا هيحصل ايه. ملحم قرر ان هو يقتل بدل في السجن، علشان كده بعت ساندوتش لواحد من رجالته جوه، وكمان كان في سيخ جوه الساندوتش ده. وطبعا ساعتها بلال كان موجود في الحمام ودخلوا على الاتنين علشان يضربوه. بلال في الاول قاوم وضربهم، لكن حصل ان واحد منهم قتل بلال وهو بيقتله. قال له ان معلم ملحم بيسلم عليك جدا. بلال بعد ما خد الضربة قام وضربه كمان وقال له وسلم لي عليه. وطبعا ساعتها كان في قتال كتير جدا في السجن، ودخل على طول الشرطي واخدهم يعني شدهم من بعض، كانوا ذبحوا بعض اصلا. امير بيروح علشان خاطر يقابل خولة وبتقول له فاكر المكان ده؟ المكان ده جيت هنا فيه وقلت لك قبل كده ابعد عن السكة دي لانها مش سكتك، وكنت فاكرة انك انت شرطي. كنت انا لسه شغاله مع المعلم ملحم، دلوقتي انا اللي سبته وانت اللي لسه شغال معاه، الدنيا دي غريبه جدا. لحد امتى هتشتغل معاه؟ هانت عليك نفسك للدرجه دي؟ انا بنته كنت بشتغل معاه من زمان وسبته وانت لسه بتشتغل برضه. وكمان قتلت حيان؟ قال لها انا ما قتلتش حد وثقي فيا، صدقيني هتعرفي كل الحقيقه قدام لكن مش دلوقتي.
بيوصل كمان على المكان اللي موجودين فيه، وبيطلع على طول علشان يتكلم مع أمير. وأمير وخولة بيتفاجئوا إن كمال قدامهم ومعاهم الرجالة، وساعتها قال له يلا بينا علشان عندنا شغل. وخولة كانت خايفة جدا، وأمير قال لها اطمني مفيش حاجة، أكيد شغل مستعجل يعني. ودعها وشوشها في ودنها وبسها على جبينها ومشي. كمال كان شايف المنظر وكان متضايق جدا طبعا، لأنه أصلا بيحب خولة. اختبار جديد من ملحم لأمير. المفروض إنه هيروح دلوقتي يقابل واحدة، وكان كاتب العنوان والميعاد على الورقة اللي سابها الأمير على الترابيزة، وبدلها بالورقة اللي المفروض اداها له والسوف علشان يشوف هل ممكن خليل فعلا يجي ولا لا. وكمان كلم وسام قال له لو المدير بتاعك خليل نزل بالليل كلمني على طول وعرفني. قال له تمام. بيروح بالفعل منحم على المكان اللي هو متواجد فيه علشان يقابل الست، وبيستأذن خليل عشان خاطر يمشي. وسام بيتكلم مع ملحم وبيقول له ان العميد خليل نزل، فتأكد ان ممكن فعلا يكون امير خاين، وان خليل هيجي دلوقتي علشان خاطر يطب عليه كالعادة، ويبقى كده يتأكد ان امير بالفعل خاين. امير وخليل قاعدين في محل الكباب وبيتكلم معاهم ملحم وبيقول لهم انتوا فين واستنوا مني تليفون. قالوا ان احنا موجودين دلوقتي في محل. قال لهم تمام هخلص وارد عليكم. امير مش مرتاح ابدا، بيقول انا حاسس ان في حاجة وحشة هتحصل، لكن كمان بيقول انا حاسس ان في حاجة كويسة هتحصل. فلاش باك بنلاقي ان امير بدأ يشك في الموضوع. كان معاه ورقة بخط الست اللي كانت موجودة هناك في المحل بتاع القمار، ولما لقى الخط اللي موجود على الترابيزة مش نفسه اتأكد ان ده مخطط جديد واختبار جديد من ملحم ليه، علشان كده اتكلم مع خليل وحذره ما يجيش على المكان ده ولا يطب على ملحم، علشان خاطر المفروض ان هو بيختبره تاني. ملحم مستني الست ومستني كمان وصول خليل. خليل بيوصل لكن بيفضل بعيد ومش بيدخل ابدا ولا بيقتحم، بيفضل بس مراقب من بعيد وبيروح ورا ملحم. ملحم كان المفروض عامل ميعاد في مكان وهمي، لكن لما اتأكد ان خلاص مفيش حد لحد دلوقتي جه وخليل ما وصلش في المكان والميعاد ده، اتأكد ان امير كويس وراح على طول على الميعاد ده الحقيقي، وكان وراه على طول خليل. راح وقعد مع ست علشان يبدأ ان هو يتكلم معاها في شغل، بينما بلال بياخدوه على الاسعاف وبيروح وسام علشان يتكلم معاه، وبيقول له بلال في ودنه ان هو عايز يتكلم مع الخليل في موضوع مهم جدا وحاجات خطيرة تخص ملحن. ساعتها ما كانوش سامعين يعني سيما وسامي، فعاد الكلام بصوت عالي، واصلا كان وسام عايز يخبي اصلا يعني الكلام اللي هو سمعه ده. بيروح بعد كده ملحم علشان يعقد صفقة مع الست اللي هو بيقابلها دي، والمفروض من بعيد خليل كان مراقبهم. ملحم كان قاعد مع الست بتاعت محل القمار عايز يعمل صفقة معاها. قعدوا الاتنين يتكلموا مع بعض. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله اقول لكم ايه اللي ممكن يحصل في الفيديو الجاي بينهم وخليل كمان هيعمل ايه. شكرا طولت عليكم، نكمل في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو تاني. اشتركوا في القناة، استنوا كل جديد عن مسلسل العميل، تسريباته واحداثه اول باول قبل عرضها على التلفزيون. اشوفكم على خير، باي باي.